عاما بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لكل من محطة دحرجة رورو ومحطة الركاب والسفن السياحية بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يوقع العقدين كل من السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيد أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبو ظبي. شكرا لحضرتكم. والآن ننتقل إلى توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجة والغردقة وشرم الشيخ، وذلك بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبي. يوقع العقد كل من اللواء بحري أسامة صالح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والسيد أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبو ظبي. شكرا لحضراتكم، وهيبقى في مؤتمر صحفي إن شاء الله بعد قليل.